أحسن الله إليكم يا شيخنا. عبد الله من الخرج، تفضل عبد الله. السلام عليكم. السلام. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول يقول ما حكم تقديم قراءة قصار السور في الركعة الأولى من الصلاة وقراءة السور الطويلة في الركعة الثانية سواء كانت الصلاة الجهرية أو السرية؟ هذا السؤال الأول. نعم، السؤال الأول، نعم، قصار السور تقديمها على الطويلة. العكس، العكس، أن الركعة الأولى تكون أطول وأكثر قراءة من الركعة الثانية، هذا هو السنة. نعم، الجهرية والسرية. نعم.